مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم النشرة الجوية، نشرة فصل الخريف لعام 2024 والتوقعات المناخية لفصل الخريف في المملكة العربية السعودية. أول شيء نبدأ في المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية، حالات متباعدة من عدم الاستقرار الجوي خلال النصف الثاني من الخريف، لا يستبعد أن يكون بعضها متطرف وتؤدي إلى سقوط زخات رعدية وأمطار غزيرة. أيضا هناك في المنطقة الجنوبية مراقبة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة للحالات المدارية، ولأن هناك فرص لتشكل أو تشكل حالات جوية ونشاط مداري في منطقة المحيط الهندي وأيضا في منطقة بحر العرب، هذا يؤثر على المنطقة الجنوبية من الجزيرة العربية بما فيها عمان واليمن. أيضا هناك فرصة في فصل الخريف لظهور منخفض البحر الأحمر، ومنخفض البحر الأحمر عادة يترافق معه حالات جوية غير مستقرة إذا ما ترافقت مع كتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، وبالتالي تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من مطر وأحيانا أمطار غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه. أما المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية فهذه المنطقة زي ما حكينا حالات متباعدة من عدم الاستقرار الجوي. أما الأمطار فبنلاحظ أنه المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية والتي تمثل باللون الأصفر متوقع أن تكون الأمطار أقل من المعدل، لكن بقية الأجزاء في المملكة بتكون حول المعدل بإذن الله. أما درجات الحرارة، أيضا درجات الحرارة متوقع أن تكون الأجزاء الشمالية من المملكة العربية السعودية معدلات درجات الحرارة أعلى من المعدل، بقية المناطق حول المعدل باستثناء أيضا المنطقة الشمالية الشرقية من عمان، فهذه الملونة باللون الأخضر بتكون درجات الحرارة أقل من المعدل. أيضا هناك فرص لنشاط الحالات المدارية في بحر العرب، وبالتالي بعض المسارات إذا ما تشكلت خاصة في النصف الأول من الخريف، وهذه المسارات ممكن تتجه شمالا باتجاه بخط موازي للمنطقة الغربية للشواطئ الإفريقية، وأيضا في جزء ممكن يتوجه إلى المنطقة الشمالية الغربية باتجاه عمان واليمن، وجزء أيضا أو أحد المسارات أو الاحتمالات يتحرك باتجاه الغرب بشكل مباشر. وأيضا هناك ظاهرة اللانينا ستظهر احتمال 70% أنها تظهر في هذا الموسم، وبالتالي لها تأثيرات. ظاهرة اللانينا هي انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الاستوائية الشرقية من المحيط الهندي، بينما المنطقة وسط وغرب المحيط الهندي ترتفع درجات الحرارة. هذه الظاهرة لها تأثيرات مناخية على أجزاء من الكرة الأرضية، ومن تأثيراتها على المملكة العربية السعودية أو منطقتنا العربية أيضا هي سقوط أمطار بكميات تقريبا كبيرة وغزيرة أحيانا في المغرب العربي وتكون أعلى من المعدل، لكن المشرق العربي بتكون الأمطار أقل من المعدل. مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.